ثلاثة قرون في صقلية، كيف دخل الإسلام إيطاليا ولماذا انهزم؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. صقلية جزيرة بديعة في البحر المتوسط والتي تتبع إيطاليا سياسيا. كانت في يوم من الأيام جزءا من تاريخ الجغرافيا الإسلامية في عصرها الوسيط، ومن هذه الجزيرة استطاع المسلمون أن يتوغلوا تدريجيا نحو الجنوب الإيطالي ليكونوا على مقربة من روما، عاصمة البابوية الكاثوليكية في العالم أجمع، لأول مرة في تاريخ المواجهة بين الجانبين منذ ظهور الإسلام. كان هذا الوجود الإسلامي في صقلية مثيرا وغريبا في مبتدئه ومنتهاه، وقد استمر ما يزيد عن القرنين بقليل. استطاع المسلمون فوق الاستيطان والتعمير إقامة حضارة وإبقاء إرث لا يزال شاهدا على وجودهم إلى يومنا هذا من خلال عدة شواهد وبعد 1000 عام على رحيلهم. فلماذا دخل المسلمون جزيرة صقلية؟ وكيف واجهوا القوة البيزنطية الجبارة التي كانت تسيطر على البحر المتوسط وجزره آنذاك؟ وما هي آثارهم وشواهد وجودهم في هذه الجزيرة البركانية الغناء؟ أولاً، إنشاء الأساطيل أول الغيث. ما اكتملت شمس القرن الأول الهجري إلا وقد فتح المسلمون كامل بلاد شمال إفريقيا والأندلس فضلا عن الشام ومصر، وأصبحت المواجهة الإسلامية البيزنطية أقوى من ذي قبل. فقد تقهقر الروم من الشام إلى الأناضول ومن شمال إفريقيا والأندلس إلى عمق القارة الأوروبية، وأضحى البحر المتوسط ساحة المواجهة والقتال الدائم والانتقام المتواصل من القوات البيزنطية على المدن الساحلية والأساطيل الإسلامية، الأمر الذي أدرك المسلمون معه ضرورة إقامة أساطيل وموانئ قوية على سواحلهم الطويلة. وقد أدرك العباسيون خطورة هذه الغارات، فاحتفظوا بدار الصناعة البحرية التي أسسها الأمويون في مدينة صور، ثم نقلوها إلى مدينة عكا سنة 247 هجري الموافقة لستة 681 ميلادي. وظلت هذه المناوشات قائمة بين الجانبين حتى استطاع العباسيون في لحظة ضعف بيزنطية الاستيلاء لفترة من الزمن على جزيرة قبرص في شرق المتوسط، ثم جزيرة كريت فيما بعد. وازدادت نقاط المراقبة البحرية على ساحل بلاد الشام حتى أصبحت مدينة طرسوس أحد الموانئ العسكرية الهجومية للقوات البحرية الإسلامية. وقد استغل الطولونيون هذه الموانئ ودور الصناعة البحرية في كل من الشام ومصر، وعملوا على تقويتها وزيادة أساطيلها. كان هذا في الشام ومصر. أما في شمال إفريقيا فإن المواجهة الإسلامية البيزنطية لم تتوقف منذ لحظات الفتوح الإسلامية الأولى، فقد خرجت أولى الحملات البحرية على جزيرة صقلية وسردينيا القريبة منها في سنة 44 هجري الموافق ل 664 ميلادي. وكان انطلاقها من مدينة برقة التي كان أسطولها يتلقى إمداداته ودعمه من مصر، وقد تبع هذه الحملة عدد آخر من الحملات كما في سنة 84 هجرية وسنة 92 هجري. وإن كانت حملات بحرية عابرة لم تستهدف الاستيلاء على صقلية والبقاء فيها. وكانت أولى المحاولات لإنشاء دار لصناعة السفن الحربية في تونس على يد واليها آنذاك موسى بن نصير، وكان ذلك سنة 84 هجري الموافق ل 703 ميلادي، وهو أحد زعماء الفتح الأندلسي المهمين فيما بعد. وبالفعل أنشأ موسى دار صناعة السفن أو ترسانة وربطها بالبحر المتوسط، ثم أمر ببناء 100 مركب. وثمة روايات أخرى تشير إلى أن الوالي حسان بن النعمان هو الذي بنى هذه الترسانة العسكرية قبل ولاية موسى بن نصير. من تونس الانطلاق صوب المتوسط. وهكذا صارت تونس مركزا بحريا استراتيجيا للأساطيل الإسلامية منذ نهاية القرن الأول الهجري، ومنها كانت الغزوات تخرج ضد الوجود البيزنطي الرومي في البحر المتوسط. فقد أرسل موسى بن نصير الأسطول التونسي سنة 89 هجري الموافق ل 707 ميلادي لمهاجمة قواعد الروم البحرية في الجزر القريبة من الممتلكات الإسلامية في شمال إفريقيا. فهاجم الأسطول الإسلامي جزر منورقة وميورقة بالقرب من سواحل إسبانيا، ولم تكتفي بهذا بل استطاعت أن تضمها إلى السيادة الإسلامية. ومنذ تلك اللحظة المهمة في تاريخ القوات البحرية الإسلامية أدرك المسلمون ما لجزيرة قوصرة القريبة من السواحل التونسية والواقعة في منتصف المسافة مع صقلية من أهمية استراتيجية واقتصادية. وقد أشاد الجغرافيون والرحال المسلمون بموقع هذه الجزيرة الممتاز لأنها قبالة إفريقية بالقرب من تونس، وبينها وبين صقلية مجرى ويجلب منها التين والقطن. وقد صمم موسى بن نصير سنة 88 هجري الموافق ل 707 ميلادي على الاستيلاء على هذه الجزيرة واتخاذها قاعدة أمامية لأسطوله في صد هجمات الروم البيزنطيين. وانتدب لهذه المهمة واحدا من أمهر قادته وهو عبد الملك
بن قطن الفهري، وقد نجح عبد الملك في مهمته نجاحا باهرا، واستطاع ضم جزيرة قوصر القريبة من صقلية إلى ولاية إفريقية أو تونس. ومن قوصر، وفي ظل الحكم الأموي والخلفاء العباسيين الأوائل قبل هارون الرشيد، كانت الأساطيل والسفن الحربية تخرج للإغارة على جزيرة صقلية، واستطاعت أن تنزل التخريب والتدمير بأسطول الروم الراسي في موانئها. ويوما بعد يوم كان المسلمون يزدادون خبرة بهذه الجزيرة ومواقعها وأهميتها في البحر المتوسط، وفي ردع الروم عن الإغارة على السواحل والمدن الإسلامية. وفي العام 184 هجري الموافق ل 800 ميلادي، أصدر الخليفة العباسي هارون الرشيد قراره بتولية إبراهيم بن الأغلب التميمي على ولاية إفريقية في تونس، وجعلها في عقبة وذريته من بعد، شرطة التبعية السياسية والمالية لإرسال الخراج المطلوب سنويا كل عام إلى بغداد. وكانت هذه السياسة اللامركزية التي اتخذها العباسيون تنم عن حكمة كبيرة برفع الحرج والتكاليف عن كاهل العباسيين، وفي الوقت ذاته الاستفادة من هذه الولايات طالما أعلنت التبعية والبيعة للخليفة العباسي. خضع العرب والبربر لتقليد الولاية ودانوا بالطاعة لإبراهيم بن الأغلب، وكان أميرا على قدر كبير من الحكمة والدربة السياسية، واستطاع بعد فترة قصيرة من تسلمه زمام الولاية أن يقصي المنافسين والثوار والخارجين عن طاعته إلى العراق، وأن يعيد اللحمة القوية بين عناصر السكان من العرب والبربر. وقد توسعت دولته حتى وصلت إلى طرابلس الغرب، غرب ليبيا اليوم، واستقرت الدولة له ولأبنائه من بعده. في أواخر سنة 201 هجري الموافق ل 817 ميلادي، ارتقى لعرش الدولة الأغلبية في إفريقيا الأمير زياد الله بن إبراهيم بن الأغلب، وهو أعظم ملوك هذه الدولة على الإطلاق، وأعلاهم صيتا وأبعدهم نظرا في الأمور، فقد كان قويا عنيدا يدرك خطورة العناصر الثورية الكامنة في الجيش الأغلبي، فاستطاع قهرها بعناصر الفرق السودانية الزنج في جيشه، ثم أدرك بعد ذلك أن التوجه صوب الفتوحات والغزو هو السبيل الأفضل لدولته ولجيشه وللسكان كافة، فأمر من فترة مبكرة من ولايته بإعداد الأسطول وحشد الجنود، وأمر بخروجها إلى جزيرة سردينيا القريبة من صقلية، وهي يومئذ تابعة للروم البيزنطيين، فهزموهم في عدة مواقع منها، وعاد الأسطول منصورا وسط احتفالات صاخبة في العاصمة الأغلبية العباسية القريبة من القيروان. لم يكن زيادة الله بن الأغلب ليغفل عن مراقبة الأحوال الجوية في البلاد الإيطالية، فقد علم في سنة 212 هجري الموافق ل 827 ميلادي أن إمبراطور الروم بالقسطنطينية استعمل على جزيرة صقلية بطريق اسمه قسطنطين، وأن هذا البطريق الذي تولى الزعامة السياسية والدينية في الجزيرة عين قائدا ماهرا على الأسطول اسمه فيمي، الذي قرر على الفور غزو السواحل الإفريقية، تونس وما يجاورها، ونجحت غاراته في إيقاع الرعب والاستيلاء على مغانم والسبي كثير. واستطاع فيمي بعد ذلك على إثر خلاف داخلي أن يظفر بملك الجزيرة، لكن هذه الزعامة لم تدم له بسبب تجدد المعارضة المسلحة أمامه، الأمر الذي اضطره إلى اللجوء إلى الأمير الأغلبي زيادة الله يستنجده ويعيده بملك جزيرة صقلية. كان زيادة الله الأغلبي وجمع من كبار العلماء وأهل الحل والعقد مثل الإمام سحنون والقاضي أسد بن الفرات وغيرهم قد اجتمعوا لبحث مسألة غزو صقلية والاستيلاء عليها. وقد انقسم الحاضرون إلى فريقين، فريق تزعمه العلامة سحنون المالكي الذي رأى خطورة الجزيرة لقربها من الشاطئ الإيطالي وسهولة غزوها واستئصال المسلمين منها حال ضعفهم وتأخر وصول المدد إليهم من تونس مقارنة بإيطاليا، وفريق آخر تزعمه زيادة الله والقاضي بن الفرات، حيث رأى أن هذه فرصة ذهبية لسحق البيزنطيين وإقامة الجهاد وتبعية الجزيرة للمسلمين، وهي الجزيرة الاستراتيجية في البحر المتوسط. وفي نهاية المطاف رجحت كفة زيادة الله وجعل الجيش قيادة الجيش والأسطول إلى القاضي أسد بن الفرات، وانضم لهم أشراف العرب والبربر والأندلسيين وأكابر رجال العلماء والمجتمع الإفريقي، وانطلقوا من مدينة سوسة في شهر ربيع الأول سنة 212 هجري الموافق ل 827 ميلادي، ووصلوا إلى الجزيرة فدكوا حصونها وسحقوا جيوشها وأغرقوا أساطيلها واستولوا على أهم مدنها تباعا مثل مازرا وبلاتا وقلوريا.
على أن هذه الفتوحات قد زلزلت القسطنطينية التي أرسل إمبراطورها دعما عسكريا وبحريا هائلا، ووصل هذا الدعم لمواجهة قوات المسلمين التي كانت تحاصر مدينة ساركوزا في قلب الجزيرة. وهناك دارت ريحة معركة عسكرية كبيرة استشهد فيها القاضي والمجاهد أسد بن الفرات في شهر ربيع الأول سنة 213 هجري الموافق ل 828 ميلادي. وصمد المسلمون في قتالهم، وجاءهم المدد من إفريقيا في أسطول ضخم قدر ب 300 سفينة، واستطاعوا بعد شهور طويلة من القتال والكر والفر هزيمة البيزنطيين والاستيلاء على واحدة من أهم وأقدر مدن الجزيرة، مدينة باليرم، التي دخلوها في شهر رجب سنة 216 هجري الموافق ل 831 ميلادي. ومنذ ذلك التاريخ تتابعت الفتوحات الإسلامية في أرجاء الصقلية كاملة، بل وبدءا من عام 220 هجري الموافق ل 835 ميلادي، استطاعت القوات الإسلامية الانطلاق إلى جنوب إيطاليا وحصار واحدة من كبريات مدنها نابولي، الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة في الأوساط البيزنطية والرومانية على السواء، حيث توسع الوجود الإسلامي في جنوب إيطاليا حتى الاستيلاء على جزء كبير من السواحل الإيطالية الواقعة على البحر الأدرياتيكي. صقلية، قرنان من الوجود الإسلامي فيها. في عهد الحكم الأغلبي كان اتجاه الفتوحات في صقلية من الغرب إلى الشرق، لا سيما من مدينة مازر وباليرمو. وقد كانت الحرب سجال لمدة 4 سنوات حتى سنة 831 ميلادي. وخلال السنوات العشر التالية، أي من 831 ميلادي إلى 841 ميلادي، شدد العرب من قبضتهم على إقليم مازر، حيث أقاموا مستوطناتهم الأولى ونقلوا الرقيق والفلاحين للعمل في مزارعهم التي دعمت من وجودهم ومن الازدهار الاقتصادي في الجزيرة. وخلال السنوات ال18 التالية، أي من سنة 841 ميلادي إلى سنة 859 ميلادي، ضعف العرب من مجهودهم لإخضاع إقليم نوتس الخصيب، وبعد سنة 860 ميلادي جدوا في المرحلة الأخيرة لافتتاح إقليم دمنش، الذي نجحوا آخر الأمر في الاستيلاء عليه سنة 902 الموافق ل 289 هجري. سقطت الدولة الأغلبية نعم سقطت الدولة الأغلبية واستولى العبيديون الفاطميون على أقاليمهم في إفريقيا بارتقاء المهدي للعرش منذ سنة 297 هجري الموافق ل 338 ميلادي، وتأسيس العاصمة الجديدة المهدية. وحين استتبت الأوضاع له، أرسل إلى صقلية بعض ولاته لضمان تبعيتها، على أن استقبال أهل الجزيرة لهؤلاء الولات لم يكن مثل سابقهم الأغالبة السنة. فقد كان تشيع الفاطميون وغلوهم سببا كافيا لمقاومتهم ومحاولات فرض الصقليين شروطهم، لكن الخليفة الفاطمي المهدي لم ينصع لهم، وأرسل إليهم عدد من الولاة الأشداء قساة القلوب مثل سالم بن أبي راشد، ومن بعده خليل بن إسحاق، مدعومين بقوات عسكرية كبيرة، حيث استطاعت سحق الثورات كافة في الجزيرة، حتى إن خليل بن إسحاق افتخر بكثرة عدد قتلاه من سكان الصقلية المسلمين قائلا: إني قتلت 1000 ألف يقول المكثر، والمقلل يقول 100 ألف في تلك الصفرة. ثم قال: لا والله إلا أكثر. فرد عليه واحد من الجماعة بقوله: يا أبا العباس، لك في قتل نفس واحدة ما يكفيك. على أن صقلية تنفست الصعداء حين جاءها الحسن بن علي بن أبي الحسين من أسرة بني كلاب عام 336 هجري، أخلص العائلات إلى الفاطميين، وتميز الحسن بالسيرة الطيبة وإقامة العدل وعدم التعدي على حقوق الناس ودمائهم، فأحبته صقلية وبقي فيهم 5 سنين حتى توفاه الأجل. فحزن عليه أهلها أشد الحزن، ثم تعاقب على حكم الجزيرة من الكلبيين 10 ولاة في مدة 95 سنة، شهدت في أثنائها تقدما في الحياة العمرانية وفي العلوم والآداب، كما شهدت جهادهم المستمر في جنوب إيطاليا وفي مقاومة أطماع الروم في الجزيرة. وأخلدت صقلية إلى الهدوء، وجنت من ذلك خير الثمار، وكان من أسباب هذا الهدوء انشغال الجند في أكثر الأوقات بالحروب في جنوب إيطاليا، وإخلاص الكلبيين في الدفاع عن صقلية، واعتبار أنفسهم مستقلين استقلالا داخليا في شؤون الجزيرة. وبعد المضي ما يقرب من قرن على حكم الكلبيين، دخلت صقلية في دوامة من الفوضى والثورات والعنف، وظهر عدد من الثائرين الذين أراد كل منهم التفرد بحكم الجزيرة أو أجزاء منها.
في الوقت الذي تحول فيه الفاطميون إلى القاهرة وأضحت إفريقيا عرضة للثورات والنهب والضياع، وفقد أهل صقلية أهم داعم لهم من وقود وعون أهل تونس حين غاصت في مستنقع التمرد والقتل. كان العهد الجديد أشبه ما يكون بعهد ملوك الطوائف في الأندلس، فسرعان ما استأثر كل أمير بقطعة من الجزيرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذا ما لبث أن اشتبك اثنين من أكبر هؤلاء الأمراء وهما ابن الثمنة وعلي بن نعمة. وحين انهزم ابن الثمنة راح يستنجد بالأعداء النورمان الذين كانوا يحكمون أجزاء من وسط وجنوب إيطاليا، فلبوا النداء واستغلوا التشرذم الإسلامي في الجزيرة واستطاعوا دخولها بسهولة كبيرة. سنة 444 هجري الموافق ل 1053 ميلادي، لتضيع السيادة الإسلامية على الجزيرة إلى الأبد بعد حكم دام قرنين ونصف. حضارة صقلية الذهبية، فلنتكلم عن الحضارة التي سادت في صقلية في هذين القرنين. شهدت الجزيرة في ظل الحكم الإسلامي نهضة حضارية في المجالات الاقتصادية والثقافية والعمرانية كافة، فقد أدخل المسلمون إلى صقلية كثيرا من أنواع الزراعة، حيث جاءوهم بالليمون والبرتقال والقصب والأرز والنخيل والقطن والبردي، حتى نشأت في صقلية أساليب زراعية تلائم بيئتها. وأصبحنا نسمع في كتاب الفلاحة بما يسمى طريقة صقلية في زراعة البصل مثلا، أو عادة أهل صقلية في زراعة القطن، أو طريقهم الخاصة في عمل معنب من عصير العنب الحلو. وأكثر الناس من زراعة الخضروات وبعض أنواعها أدخله المسلمون إلى الجزيرة، وكانت باليرمو وضواحيها عامرة بالبساتين والأجنة والطواحين على وادي عباس، وكانت الأراضي السبخة القريبة منها مزروعة بالقصب الفارسي وبالمقاثي الصالحة. كما شهدت الجزيرة حركة ثقافية وعلمية نشطة للغاية، وقد نقل الرحالة الشهير ابن حوقل صاحب الموسوعة الجغرافية صورة الأرض خلال زيارته لصقلية في غضون القرن الرابع الهجري، صورة متقنة عن الأحوال الاجتماعية والعمرانية لصقلية في ذلك الوقت، خاصة مدينة باليرمو التي لاحظ فيها كثرة المساجد والمعلمين، ورأى أن عدد المساجد في باليرمو آنذاك زاد على 200 مسجد. ومن شدة اندهاشه من هذا العدد أكد أنه لم يرى مثل هذا العدد في بلد من البلدان الكبار، اللهم إلا قرطبة عاصمة الأندلس التي اشتهرت حينذاك بكثرة المساجد. وكان أهل صقلية يبجلون المعلمين ويرونهم أنهم أعيانهم ولبابهم وفقهاءهم ومحصلوهم وأرباب فتاويهم وعدولهم، وبهم يقوم الحلال والحرام وتعقد الأحكام وتنفذ الشهادات، وهم الأدباء والخطباء كما يقول ابن حوقل. ولعل هذا التبجيل والمبالغة في التعليم وإقامة المساجد كان راجعا لكون الجزيرة ثغرا في مواجهة دائمة مع الجيران البيزنطيين والإيطاليين وغيرهم من القوى المسيحية المناوئة، فحرص أهل الجزيرة على النهضة الثقافية الإسلامية والتمسك بأهداف دينهم وتشريعاتهم التي رأوا تحقيقها من خلال المسجد والمعلم. وفي الختام نتكلم عن الغروب والنهاية. وعلى الرغم من دخول النورمان المسيحيين إلى الجزيرة واستيلائهم عليها بقيادة روجر الأول The First Roger وتخريب كثير من قرى المسلمين وفرض الضرائب عليهم، فقد نعم المسلمون في ظل حكامها الأوائل ببعض الحرية في العبادات وإقامة الشعائر والتقاضي، وساهموا بنصيب وافر في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية في الجزيرة. على أن هجرة اللمبارد الطليان والفرنسيين إلى الجزيرة قد حولت حياة المسلمين إلى الجحيم، فقد أجبروا على فقدان ممتلكاتهم من الأراضي الزراعية الخصبة. وفي ولاية روجر الثاني The Second Roger استمر العمل بالسياسة ذاتها التي اتخذها والده، فأشرك كثيرا من الفرسان المسلمين في الجيش النورماندي، ولم يهتم كثيرا بتنصير المسلمين وضغوط البابوية في روما التي كانت تتهمه بالتواطؤ مع المسلمين، بل كان كثير من حرسه الخاص من المسلمين، واستخدم العلامة الجغرافي الشريف الإدريسي ووهبه أموالا طائلة لصنع أول مجسم مصنوع من الفضة للكرة الأرضية، وأهدى له الإدريسي مؤلفه الجغرافي الفذ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، والذي مدح فيه الإدريسي الملك روجر الثاني ووصفه بأنه خير من ملك الروم بسطا وقبضا، وصرف الأمور على إرادته إبراما ونقضا، ودان في ملته بدين العدل، واشتمل عليه بكنف التطول والفضل، وقام بأسباب مملكته أحسن قيام، وأجرى سنن دولته على أفضل نظام.
غير أن الضغوط البابوية لاقت في نهاية حكم روجر أثرها، ورضخ هذا الملك إلى تلك الدعاوي وبدأ في اتخاذ سياسة تنصير المسلمين، وكان قرار تجريد المسلمين من سلاحهم في عصر سلفه ويليام الأول بداية النهاية الحقيقية للمسلمين في الجزيرة، فقد وقعوا فريسة سهلة لسخط البارونات النورمان واللمبارد الذين أنزلوا بموظفي القصر من المسلمين مذبحة، ثم سرعان ما انتشرت المذابح في الأرياف والأرباض ثم المدن الكبرى مثل باليرمو، وهرب المسلمون إلى الأحراش والجبال النائية، فقاموا بعدة ثورات ضد هذه المظالم التي استطاع ويليام الأول قمعها بسهولة. وقد أعطانا الرحال الأندلسي ابن جبير البلنسي الذي زار الجزيرة في أيام الإسلام والمسلمين الأخيرة فيها في زمن الملك ويليام الثاني سنة 580 هجرية الموافقة ل 1185 ميلادي، فروى مشاهد مروعة ومؤلمة عما كان يحيق بالمسلمين حينذاك من مذابح واستئصال ممنهج وتنصير قسري ومنع الصلوات وتحويل المساجد إلى كنائس، ورأى أن الجماعة المسلمة في باليرمو كانت أحسن حال من غيرهم، لكن ما أدمى قلبه ذلك الرجل الصقلي المسلم الذي عرض عليهم أن يأخذوا ابنته الصغيرة بعيدا عن هذه الجزيرة التي تضطهد المسلمين وتوقع فيها المذابح ويعتنوا بها وتوقع فيهم المذابح ويعتنوا بها ثم يزوجوها من يرونه صالحا من المسلمين في الأندلس، وكان مشهدا أبكى الجميع كما يقول ابن جبير. في النهاية كانت تلك هي الأيام الأخيرة للإسلام في صقلية، ومن بعدها ازدادت المذابح وأصبح المسلمون بين قتيل ومهجر ومنصر، وغابت شمس الإسلام بعد أكثر من قرنين على دخولهم فيها بقيادة القاضي والفقيه أسد بن الفرات، لتبقى تلك الأحداث شاهدة على هذا الوجود ومبتداه وذلك المصير المأساوي ومنتهاه. السلام عليكم.